مؤسسة تحقيق أمنية هي مؤسسة إماراتية تعنى بالأساس بتحقيق الأمنيات للأطفال اللي عندهم أمراض خطيرة تهدد حياتهم. المؤسسة من خلال تحقيق الأمنيات للأطفال تعنى بعلاج الجانب النفسي لكل طفل من خلال إمدادهم بالفرح والسعادة والسرور لإكمال مسيرتهم العلاجية. أهالي الأطفال دايماً بلغونا أن الأمنيات اللي بنحققها لأطفالهم بتديهم حافز وبتشجعهم على أنهم يعرفوا مستقبلهم ويحاربوا عشان يوصلوا لمستقبلهم وأمنياتهم. We take the child's wish. Then we determine the most appropriate time to grant the wish. And once we have confirmed with the family that they're available, we go out with the child and we have a wonderful day of fun.